مع كلمة معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كلمة توجيهية، فليتفضل مشكور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيد الوالي المحترم، سيد رئيس المجلس الولائي المحترم، سيدات وسادة أعضاء النواب أعضاء البرلمان بغرفتيه، سيد رئيس جامعة زيان عاشور المرحوم من الشهداء الأبرار، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية الجلفة المضيافة، إطارات الدولة، الموالين والمهنيين والفلاحين والمزارعين والأساتذة وإطارات الجامعة، وأخص بالذكر الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً أنا جد سعيد أن أتواجد بينكم اليوم، وأنا في مروري عن ولاية عزيزة علينا في مهمة. كنت قد أشرفت في فتح أكتوبر على انطلاق ندوة وطنية حول بعث مشروع السد الأخضر، وكنت يعني امبروميس وعد، كنت وعدت أن تنطلق أول ورشة من ولاية الجلفة، ولاية الجلفة اللي كانت فيها الانطلاقة تاع السد الأخضر في السبعينات، وكانت فيها أول تجربة ناجحة في هذه الولاية التاريخية. وهذه الورشة، ورشة السد الأخضر، تعتبر ورشة مهمة جدا لنا، وخاصة وهي تعقد في هذا الصرح، صرح الجامعة، صرح العلوم والذكاء. وكانت الحكومة في يوم 21 سبتمبر الفارط اعتمدت لأول مرة المخطط الوطني للمناخ، بلان ناسيونال دو كليما. وفي هذا المجلس كان معالي السيد الوزير الأول أعطى تعليمات لإعادة بعث السد الأخضر كتجربة رائدة في العالم. السد الأخضر يعتبر تجربة نموذجية تدرس على مستوى العالم، خاصة أننا اليوم في العالم على مستوى الأمم والدول الجميع ينخرط في مجابهة التغيرات المناخية ومكافحة التصحر ومكافحة الترمل. ومن أجل ذلك بعثنا على مستوى الحكومة البرنامج الوطني للتشجير الذي يتمحور على أربع أبعاد أساسية. أولاً أردناه سياسة إلى إعادة تأهيئة بعث وتهيئة الفضاءات الغابية التي كانت يعني مستها بعض الحرائق، وكان شق هو بعث المساحات الخضراء على المستوى الحضري والشبه الحضري. وثالثا هو إعادة بعث وتوسيع برنامج أو مشروع السد الأخضر. وبالنسبة لنا برنامج السد الأخضر ومشروع السد الأخضر هو مشروع يدرس ويوسع في إطاره الطبيعي، في إطار مناطق السهوب وما لها من معطيات وانشغالات وإشكالات على مستوى طبيعي، على مستوى تربية الحيوانات. ولكن كما تفضل المتدخل الأول أستاذ الكريم بكلمة قيمة، هو العنصر البشري. نحن نشتغل من أجل ترقية وإعطاء جميع الظروف للعنصر البشري، للساكنة في هذه المناطق السهبية لما لها من أهمية استراتيجية ومن لها إشكالات طبيعية، لأنها تعتبر مناطق هشة معرضة للانجراف
معرضة للتسحر، معرضة للترمل، وهذا ما يدفعنا اليوم بكل قناعة لأهمية الاستراتيجية لبرنامج طموح، برنامج ريادي، برنامج السد الأخضر. البعد الرابع هو مناطقنا تاع الجنوب، أهلنا اللي ساكنين في الجنوب واللي ساكنين في مدن الجنوب واللي يتعرضوا إلى حدة الحرارة خاصة في الصيف، واللي المدن تتعرض إلى الترمل، من بينها مدينة جلفة. مناطقنا الحدودية، هذا ما خلانا نبعث هذا المشروع لغرس الأشجار في المدن ولحماية المنشآت كالطرق والمطارات وحماية الوحدات في المناطق الصحراوية. هذه هي الأبعاد، أبعاد يعني الفضاءات والمحاور الأساسية التي سوف تكون موضوع الورشة من جميع نواحيها. طلبنا الورشة تكون في الجامعة، وهذا لرمزية الجامعة، الجامعة المتفتحة على المجتمع والمتفتحة على الاقتصاد، لبناء الاقتصاد، لما لها من أهمية وقدرات، قدرات علمية وكفاءات، كفاءات إبداعية، كفاءات للأساتذة، كفاءات للباحثين، ولكن كفاءات لشبابنا، شبابنا المتكون، شبابنا المتأهل، شبابنا لحامل الابتكارات، شبابنا لحامل الإبداعات، شبابنا لحامل مستقبل البلاد. وهذا هو الإشكال الأساسي اليوم إن شاء الله عن طريق هذه الورشة. هذه بداية، سوف تتوسع هذه الورشة، وسوف أطلب من الباحثين ومن الإطارات، من الخبراء، من المهتمين، أن يأخذوا بعين الاعتبار أمهات الإشكاليات المطروحة على مستوى الميدان. اليوم والحمد لله قدرات العلمية متاحة، الوسائل يعني المادية متاحة، القدرات البشرية متاحة، وكذلك الإرادة السياسية متاحة. وفي هذا الصدد نحن نشتغل على تجنيد جميع الطاقات، وهذه قراراتها الحكومة، جميع الوسائل المادية والبشرية ستجند، وجميع الإمكانات العلمية والإبداعات ستجند. وأخص بالذكر قضية الأراضي، أراضي السهوب، دراسة الأراضي، تحديد الأصناف التشجير، دراسة الأمراض والحشرات، الأنتومولوجي. الآن بالنسبة للسبعينات عدنا قدرات وكفاءات اللي قادرة تمد الحلول والأجوبة في الميدان. قضية الري، وأنا كنت تكلمت عليها، الآن عدنا قدرات علمية وعدنا ابتكارات لاستغلال الري الذكي، سمارت إيريغاشون، الأنظمة المقتصدة للمياه. قضية الهندسة الريفية، عدنا دراسة قام بها مكتب الدراسات بنيدا، سوف تعرض أمامكم وسوف تعمق وتوسع من طرف الخبراء والمختصين وممثلين المهنيين والمربيين لأجل إنجاح هذه العملية. عدنا إشكالات، وأنا كنت مع السيد رئيس الجامعة، يعني كنت سعيد لفتح اختصاص مركز بحث في الجانب يعني الزراعي والرعوي، لاكرو باستوراليزم. هذا اختصاص مهم خاصة في منطقة الجلفة، ولكن مهم إلى جميع مناطق السهوب من الشرق إلى الغرب. الفضاء اللي نشتغلوا عليه حوالي 4 ملايين هكتار بطول 1500 كيلومتر،
بتنوع الغابي، أصناف غابية، أصناف رعوية، ولكن حتى أصناف فلاحية. سؤالي مطروح، كيف يمكن تجنيد الوسائل المادية الكفاءة العلمية واستغلالها استغلال أمثل للنهوض بهذا المشروع؟ كيف يمكن، إشكالية اثنين، كيف يمكن استقطاب الساكنة والشباب وانخراطهم في تبني العملية، لأن العملية لهم؟ ما هي الأصناف الغابية ولكن أصناف ذات طابع إنتاجي، أصناف اللي عندها نجاعة اقتصادية وعندها انعكاس على الساكنة، أصناف اللي عندها بعد اجتماعي؟ ما هي أساليب التحكم في أنظمة تربية المواشي وقضية الأعلاف مطروحة في هذه المنظومة؟ هذا هو اللي يخلي الإشكالية تطرح بكل أبعادها وفي إطار منظومة ستان سيستم. هذه المنظومة هي مجموعة عناصر تتفاعل ما بينها، والآن الجامعة والباحثين والمختصين مطلوب منهم يعطونا الأجوبة اللي تخلينا نحتفظوا على الديمومة ديمومة هذه الفضاءات، ديمومة العملية الاقتصادية، ديمومة وانعكاسها على الساكنة في الظروف المتاحة. وأنا أنوه بجميع ممثلين تاع المهنيين اللي راهم مشاركينا ومخارطينا في هذه الديناميكية، وأشكر السلطات المحلية خاصة السيد رئيس ولا السيد الوالي ولاية الجلفة وجميع الولات اللي هما منخرطين في الديناميكية، خاصة في برنامج التشجير اللي هو يعتبر برنامج وطني الذي بعثته الحكومة، ولكن لازم يتبناوه جميع الساكنة الفاعلين المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، حتى المستثمرين لازم يتبناوا عملية التشجير وعملية بناء المستقبل. وهذا ما يخليني في هذا الأخير في عجالة، لأننا تواجدنا الآن هو للاستماع أكثر، استماع للمختصين والملمين باش ناخذوا يعني الإجراءات بكل تبصر وبكل تمعن لضمان تنمية مزدهرة، تنمية مستدامة في الفضاءات، فضاءات السهوب، ولكن تنمية مستدامة لجميع الوطن، وبذل كل المجهود لأجل ازدهار البلد، لأجل الأمن والأمان تاع البلد، لأجل تحقيق أحلام الشهداء الأبرار والمجاهدين الأشاوس. هذا هو اللي نشتغل عليه، وهذا هو ما تكون فيه فرصة باش تكون هبة وطنية خاصة لجميع الشباب، باش نعطوا له فرصة لبناء الوطن تاعو ويعبر على قدراته ويعبر على إمكانياته ويعبر على ذكائه ويعبر على انتمائه للبلد. والسلام عليكم وبركاته.